في هذا المقر الصغير والمتواضع لجمعية كافلة اليتيم بولاية المنيعة صيدلية خاصة للأرامل واليتامى، فهنا كل أنواع الدواء يقدم لهم بالمجان. نحن في متواجدين في صيدلية كافل اليتيم. الصيدلية هذه اللي جات كفكرة، يعني أنه أصبحت هناك حاجة ملحة من الأيتام والأرامل اللي ما عندهمش كارت شفاء ويجوا يقصدوا الجمعية من أجل شراء الدواء. تكونت عندنا الفكرة أننا نديروا صيدلية اللي تكون متوفرة في كل وقت، بحيث أي أرملة أو أي يتيم من ولاية المنيعة يكون بحاجة للدواء مرحبا وسهلا به يجي ياخذها. كل الفكرة جاءت، يعني احنا كأعضاء جمعية حابين نغرسوا فكرة الخير، بلي نقولوا البلاد مازالها بخير ومازال فيها الخير. المبادرة هاته لم تقتصر على الصيدلية فقط، بل تعدتها لتخصص جزءا من المقر نفسه لإنشاء عيادة يسهر الأطباء فيها على خدمة الأرامل واليتامى. بلي لازم نديروا عيادة طبية، ما تبقاش الفكرة محصورة فقط في صيدلية. فتحنا عيادة طبية وين درنا كونفونسيون أو درنا اتفاقية مع وزارة الصحة، أصبحوا يعني يعطونا الأطباء بصفة قانونية، وين أصبح اليوم أي أرملة أو أي يتيم يجي عند الطبيب يدير كونسلتاسيون ويجي هنا ياخذ الدواء نتاعو مجانا. هذه الجمعية يعني صراحة كان عندها مبادرة بزاف كبيرة، وتفاجأت أني لقيت عندهم فارماسيا الأدوية يبيعوا، عندهم دورية أطباء مختصين في جميع الاختصاصات، يعطيهم الصحة. نتمنى إن شاء الله تعوم في جميع أنحاء الوطن الجزائري الحبيب. وإحنا ماذا بينا كل الولايات وكل الوطن الجزائري والوطن العربي كل بصفة عامة، أنه اليتيم ما يعوش محتاج، يعود لاقي ناس مادام راح بيو يلقي ناس اللي كيما بيو ولا اللي خير من بيو. اهتمام المجتمع المدني بالفئات المعوزة سواء في المنيعة أو غيرها من ولايات الوطن خطوة إيجابية من شأنها تقديم الكثير لمن هم في أمس الحاجة للمساعدة.